خزان سوريا في الزراعة والثروة الحيوانية، منطقة الجزيرة. ارتفاع كبير شهدته أسواق المنطقة في أسعار المواشي واللحوم قبيل عيد الأضحى المبارك، رغم الخيرات والمراعي الجيدة هذا العام. أولا بسبب ارتفاع الدولار، ثاني شيء رخص العلف زاد ساعد، والحلال بسوريا بشكل عام قل بسبب التصدير والجفاف. سنين الخمسة الجفاف المضوا هي أساس انخفاض نسبة الحلال بسوريا. استنزف الحلال بسوريا، ما ظل الحلال بشكل عام. سعر الأضحية من الخراف بلغ وسطيا نحو 150 ألف ليرة سورية، والسبب بحسب بعض التجار هو تصدير المواشي إلى إقليم كردستان العراق ومنه إلى المحافظات الأخرى ووصوله إلى بعض دول الخليج أيضا. العالم نازل على السوق تشتري ضحايا وأسعار غالي، النعجة تصل لل 150-160، الماء عنده ما يقدر يشتري، وهذا الحال. والعالم الموسم وضع الموسم تخربط احترق، والعالم فقراء. الارتفاع هذا انعكس على أسعار اللحوم أيضا، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 5000 ليرة سورية مقابل 3500 ليرة العام الماضي، أسعار لم تسجل سابقا في منطقة الجزيرة السورية. أخوي كل سنة شغلنا أحسن من هيك، هالسنة فرد مرة شغل واقف، غلى العالم كلياته، يعني مو شان اسمه، والعالم كلها لا تواخذني ما في عندها، أغلب ما عندهم، وعم يحكوا إشوة غلى شيء مو بالعقل. يبقى الخاسر الأكبر هم المدنيون الذين يحملون أعباء سوء الإدارة والتنظيم، فضلا عن غياب الرقابة في منطقة يفترض أن تكون السلة الغذائية لسوريا.